السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتها. لن تصدق ما حدث في ولاية عنبة اليوم الأربعاء وسط صدمة كل المواطنين. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. تسبب حريق مهول اندلع صبيحة اليوم الأربعاء في المحشر البلدي في منطقة بوخضرة في ولاية عنبة في خسائر مادية معتبرة. وحسب مصالح الحماية المدنية فقد تسبب الحادث في احتراق 9 سيارات من الوزن الخفيف و191 دراجة نارية و4 زوارق. وتدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الرئيسية إضافة إلى 3 وحدات ثانوية في الولاية من أجل إنقاذ ما تبقى من ممتلكات. وللأسف الحريق أكل معظم المركبات المحجوزة داخل المحشر وسط صدمة أصحابها وملاكها. في دورها المصالح الأمنية والشرطة العلمية تنقلوا إلى مسرح الحادثة وفتحوا تحقيقاتهم في هذا الأمر الخطير.